الساعة أكو نقطة حبيت قبل ما أنزل أنبههم. قالوا شركة آسيا سيل هاي مال الموبايلات أعلنوا أنه باجر عندهم حفلة موسيقى للدعاية إلى الشركة مالتهم. الموسيقى من المحرمات، الموسيقى من المحرمات، أفتى بذلك علماؤنا جميعا. وأنا من هذا المنبر أنقل لكم حكم الله تعالى، حرام عليكم الحضور. وإذا هذه الشركة أرادت أن تبني منافعها ودعايتها على الموسيقى فعليكم أن تقاطعوها منه اليوم. كل من عند آسيا سيل يبدله إذا صح هذا الخبر. في كربلاء اللي دي نمشي على دماء الحسين وآل بيت موسيقى، هذا مو عار، هذا مو عيب. يقول اتصلنا بالمحافظ، قال المحافظ ما نقدر نمنع، لكن الله يأمرنا، يقول الذين يأمرون وتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. من هذا المنبر أعلن يا أخي أنتم تحطفوا، إذا باكر صار هاي الحفلة واجب عليكم كل من عنده سياسات يقطعه، لترضوا بذلك الله ورسوله الحسين وتقفوا هذه الطريقة.